لا والله يا جماعة شفتوا حبة الخردل هذه؟ هذه هي تنشاف. طيب لو جبناها قدام سياراتنا تنشاف. طيب لو قدام عمارة دورين تنشاف. طيب لو قدام عمارة ثلاثة دوار. طيب لو قدام السماوات جبنا هذه الحبة قدام السماوات تشوفها تختفي تماما حرفيا. الله عز وجل يقول في وصية لقمان لولده: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. شفت الحبة هذه؟ لو كانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، لو كانت هذه الحبة الصغيرة في أي مكان في الكون هذا، يأتي بها الله يجيبها يعلمها. فختم: إن الله لطيف خبير. لو ملك من ملوك الدنيا شكيت له الحال وقال لك: عندي خبرك، خبرك عندي، اطمن. كيف بتكون نومتك ذاك اليوم؟ كيف بتكون نفسيتك؟ مرتاح تماما. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يقول: شفت الحبة هذه؟ لو كانت في أي مكان في الدنيا أجيبها، يأتي بها الله، يأتي بها الله. كيف انكسارك؟ كيف ألمك؟ انظلمت في أشياء كثير، مرضك، هذه كلها الله يطمنك، يقول يأتي بها الله. وقال: عندي خبرها، عندي خبرها، إن الله لطيف خبير، عندي خبرها، وأنا لطيف بك، بلطفي راح أخرجك من هذه المشاكل والانكسارات والآلام. ثق تماما إنه خبرك عندي وأنا أسمعك وأشوفك، ما راح أتركك ولا أخليك. الله لطيف بعبادي، لطيف بك وعنده خبرك وموضوعك. طمن.